من الأشكال اللي جاية دي which of the following tube أنهي أنبوبة الدايجيشن بروسيس عملية الهضم تيك بليس هتحصل فيها. حلو، يبقى أي أنبوبة من دول هيحصل فيها هضم. افتر ادنج لو حطينا انزيم اسمه سليفري اميليز، لو حطينا انزيم اسمه ايه؟ سليفري اميليز، وابتدى جاب لك اول انبوبه ستارش ووتر، والثانيه ستارش ووتر، والثالثه ستارش ووتر، والرابعه ستارش ووتر. فاحنا كده متاكدين ان احنا هنهضم ستارش، متاكدين ان احنا هنهضم ايه؟ ونفتكر مع بعض الستارش ده يا صديقي كان اسمه كومبلكس شوجر. كان اسمه ايه؟ كومبلكس شوجر. فاكر يعني ايه كومبلكس؟ يعني حاجة سهلة ولا حاجة معقدة؟ معقدة. الحمد لله. فاكر الكومبلكس شوجر ده كان مكون من ايه؟ كان مكون من ايه بقى؟ من كذا مونو. ايه هما المونوهات بتاعته؟ الستارش كان بتاع الانيمال باين، كان من جلوكوز صح؟ مع جلوكوز مع جلوكوز. والله العظيم في البلانت مش في الانيمال، النشا في يعني البلانت. الستارش في في البلانت، والسيلولوس في البلانت، والجلايكوجين هو اللي في الانيمال، هو اللي في الانيمال، وفي البني ادمين. وفي البني ادمين، ما احنا تبع الانيمال. طيب لقيت كلهم بستارش ووتر، وفعلا اللي بيهضم الستارش انزيم اسمه سليفري اميليز. سليفري ايه؟ طب ايه الفرق؟ قال لك هنا كان مظبط البي اتش عند 7.5 والتمبريتشر عند 37، وهنا مظبط البي اتش عند 9 والتمبريتشر عند 35، وهنا مظبط البي اتش عند 8 والتمبريتشر عند 25، وهنا مظبط البي اتش عند 2 والتمبريتشر اقول عند انا طيب قول انت. امتى بيهدم على طول؟ ايوه في 1، صح. عشان 1 اعلى درجة حرارة. غلط. ازاي؟ هي وان عشان انت ضربتها فجت صح. لا انا بقى حل، قول. اشمعنى درجة الحرارة 37؟ لان هي دي الاوبتيمم تمبريتشر. يعني ايه الاوبتيمم تمبريتشر؟ احسن درجة حرارة بيشتغل فيها كل الانزيمات. ليه؟ عشان هي دي درجة حرارة الجسم. على الله حلو. على الله. وافكرك بحاجة ايوه يعني معايا بقى، الله يرضى عليك ماشي عشان انا براجع. حلو، لو انت بصيت على الكيرف بتاع التمبريتشر كان عامل كده، قلت لك ساعتها يا صديقي ان 37 هي دي الاوبتيمم تمبريتشر، يعني احسن درجه حراره. اقل من 37 تبقى مشكله، واعلى من 37 تبقى مشكله. فبيلو لو اقل من ده فاني درس. 37 انزايم. الانزيمات ماشي، بس ما رجعش عليه. اقل من 37 الاكتيفيتي بتقل. الاكتيفيتي بت ايه؟ بتقل. حلو. طب تل اقول لك على حاجه حلوه، ممكن اكمل؟ عايش ماشي. اقول ما لك على حاجه، ينفعش اقول لك كده لحد ما يقف. اخلص السؤال وبعدين قول لي ماشي ماشي. لحد ما الانزيم يقف، لحد ما الانزيم ايه. ايه اخر ايه اقف. حلو، بس لو عليت درجه الحراره هيرجع الانزيم يشتغل تاني، يبقى ريفرزابل. يعني ايه ريفرزابل؟ ينفع يرجع ولا ما ينفعش يرجع؟ ينفع. بس كده. طب لو عليت درجه الحراره بقى برضو الاكتيفيتي هتقل، ايوه يبقى اباف اعلى من 37 برضو الاكتيفيتي هت ايه. هتقل. بس لحد ما يحصل حاجه اسمها ديناتوريشن. لحد ما يحصل حاجه اسمها ايه؟ ديناتوريشن عارف يعني ايه ديناتوريشن؟ يعني الانزيم يتفكك. فقول لي طالما اتفكك هل ينفع يرجع إيه تاني؟ لا يبقى irreversible. يبقى ايه؟ مش فاهم دي اي حاجه. ليه كده؟ انا فاهم ان هو عند 37 هو بيهدم، حلو. وتحت 37 ما ينفعش يهدم، وفوق فوق 37 37 ما بينفعش يهدم. طيب تحت 37 بيشتغل ولا بيقف؟ لا بيقف. لو علينا درجة الحرارة ووصلناها ل 37 ايوه تاني يشتغل ولا ما يشتغل؟ يشتغل بس كده. فعشان كده قلت ريفرسبل. تمام، لكن ده ممكن ما ينفعش احنا يرجع بقى تاني يشتغل. بالظبط، بس هو ده اللي انا قلته. ماشي ده موجود فين؟ في درس الانزيم، حتة مسرج اسمها عليه. التمبريتشر. ماشي فهمت انا براجع ازاي؟ ماشي كل حتة كل سؤال بالدرس بتاعه. ماشي. اللي بعد الأسئلة بتتكرر؟ اكيد، والاكيد لو السؤال ذات نفسه ما اتكررش هيتكرر الشرح اللي انا قلته. ماشي. يلا From the opposite graph من which الجرم. ايوه illustrates which illustrates اللي بيشرح، قول a vital process عمليات حيوية. that takes place in a part of the cell. What is the organelle ايه الاورجانيل المسؤول عن العملية responsible دي؟ for the occurrence؟ وراح بص بقى قال لك الازرق ده معناها الجلوكوز بيقل، معناها الجلوكوز بي ايه بيقل. اهو كاتب اهو الراجل. والاحمر ده معناها الجلايكوجين بيزيد، معناها الجلايكوجين انا ايه. عارف السؤال ده، فهو بيدور على حاجه جوه الخليه ده انا درس. بتحول من جلوكوز لجلايكوجين.
مين من اللي جوه الخلية من الحاجات دي بيحول من جلوكوز لجلايكوجين؟ طب ماشي، انا ده انا ده درس رابع. ده درس السيل ستراكشر، شابتر 3، اخر شابتر خالص، درس السيل ستراكشر. قول بقى. اللي احنا خدناه، احنا خدنا منها كله. اه والله لا خدنا. اخر درس اللي احنا خدناه المره اللي لا فاتت. لا، درس المرة اللي فاتت كان اسمه التيشو. طب واللي قبليه السل هو ده؟ هو ده. بس انا تعالى يلا. هقول لك، مش ميتوكوندري ولا الرايبوزوم حلو. هتبقى. قلنا ان كان في رف وكان في سموس، انا فاكر. اه. بس الرف كان الرف ثاني مهم. هقول لك، كان بيحول من جلوكوز لجلوكوجين. تالي السموس. صح. السموس فعلا هي اللي بتحول من جلوكوز لجلايكوجين. وايه تاني؟ فكرني بقى. وهي اللي بتصنع الليبيد. وايه تاني؟ ايوه وهي اللي بتقلل التوكسيستي، ايوه اللي هي التوكسيك. ديتوكسيفيكاشن. ماشي. طب الرف؟ الرف لا، دي كان عندها حاجة اسمها الرايبوزوم، وكانت بتصنع البروتين، وكانت بتصنع الايه؟ البروتين. الله عليك. طيب سلام. والميتوكوندريا؟ لا والله، الميتوكوندريا دي كانت بتشتغل على حاجة اسمها الجلوكوز اوكسيديشن، بتأكسد الجلوكوز اوكسيديشن، بتأكسد الجلوكوز عشان تطلع انرجي، عشان تطلع ايه؟ انرجي. فالميتوكوندريا دي بتاعت الانرجي. طب والرايبوزوم؟ انا لسه قايل الرايبوزوم فوق كانت موجودة عند الرف، وهي اللي بتصنع الايه؟ بروتين. شكرا، ربنا يخليك. اللي بعده ماشي. يلا اقرا. الميتوكوندريا قلنا جلوكوز اوكسيديشن انرجي. ايوه قول. Which of the following blunt tissue are similar in the function؟ عايز اتنين تيشو، عايز تيشوهات زي بعض في الوظيفة. نبدأ. تمام، يلا واحدة واحدة. زي بعض في الوظيفة. اه فكرني. ماشي. دي تتوقع مين في دول؟ ثانية، أول حاجة في فولوم دي كانت كومبلكس، ما كانش ماشي. سيمبل. البرانيسيما كانت سيمبل، الكولانيسيما كانت سيمبل برضو، اه والسكلرانيسيما كان برضو سيمبل. السكلكرا كايمة سيمبل. اه ماشي. طيب، ايه علاقة سيمبل كان في وكومبلكس واحدة أسهل. بالوظيفة؟ وهو هنا قال لك اعرفهم بالوظيفة. هو كلامك صح وحلوة منك، ماشي. بس ايه علاقة ده بالوظيفة بقى؟ هي هتبقى علاقة ده بالوظيفة. ثانية، هتبقى البرانيسما صح، وايه تاني؟ والفوليم. لا غلط. نبدأ. ماشي. بص يا باشا، البارينكايما كانت سيمبل، ودي كانت برانكايما اصلا. اه وكانت حلوه. اه بارينكايما كانت سيمبل وكانت حلوه منك، بس البارينكايما كانت شغلها انها بتعمل ستور، بتخزن، او بتعمل فوتو سينسز، ايوه فاكر. بناء ضوئي، او بتعمل اريشن، بتهوي النبات. ايوه مش دي البارينكايما؟ صح. الفلايم بقى دي كانت بتوصل الفود جوه النبات. فهل كده ليهم علاقه ببعض؟ نروح للي بعديها، افتكرت. الزايلم. الزايلم دي اللي كانت مسؤولة عن الووتر، وكانت حلوة منك انها كومبلكس وعجبتني، بس كان وظيفتها انها بتوصل الايه؟ الووتر. والبارينكايما والله العظيم لسه قايلينها فوق، ستور انرجي وفوتو وإريشن، فما لهمش علاقة ببعض. ننقل بعديها على الكولينكايما. عبارة نسمع. كولينكايما، الكولينكايما دي اللي بتعمل حاجة اسمها سبورت، وبتحمي النبات، وكانت ليفنج، وكانت ودي ايه؟ بتعمل سبورت وبتعمل يا حاجة تاني، سبحان الله، وبتعمل حاجة تاني. ودي برضو سبورت. وإيه تاني؟ حلو، هي سبورت وبتخلي النبتة قوية، سترينث يعني بتقوي. فتبقى الإجابة مين؟ هي دي، لأن كولاريكيما. الاتنين بيعملوا سبورت. صح كده؟ حلو كده؟ فاهم أنا بعملهم إزاي؟ يلا بينا. ذا تو ده أوبزيت لسه واخدينها، ما ينفعش دي اهو. أيوه، ما ذا تو ينفعش. أوبزيت فيجر، الشكلين اللي قدامك دول تمام؟ بس موجودين في الهيومن بادي. Which of the following A number 1 و number 2؟ نمبر 1. لا ماشي. هقول لك دي اول حاجه، دي سموث. دي سموث، يعني الخطوط اللي عليها دي شبه. لا استنى استنى، معلش معلش، دي مش سموث، دي اللي هي اللي هقول لك. استنى استنى، والنبي تعمل حاجه، والنبي ايه يا ابني؟ استنى. دي هقول لك، دي ستريت ايوه، فولنتري. استرايتد وفولانتري، فولنتري تمام. وكنا بنقول عليها سكيليتال. سكيليتال اه ليها اسمها علاقه ايه؟ بالهيكل اسمها ايه عشان بنتحكم فيه، هي اسمها ايه؟ يعني هي سكيليتال، دي اسمها سكيلت، سكيليتال ماسل. دي اه سكيلت المصري. اه ودي مش فاكر،
فاكر الكلمة دي؟ كنت بقول لك سكيليتال، تبقى سترايتد مخططة وتبقى ودي عبارة عن سكيلتون وفيها الارم والليج بالظبط والكلام ده. الحاجات الحلوة دي. ننقل التانية للتانية بقى بقى، التانية دي مخططة اي صح؟ يبقى دي سترايتد برضو، بس طالما انفولنتري، ايوه سترايتد وكان ليها دعوة بحاجة حاجة باين ديزيز. وانفولنتري لا تهبد يا فتى، طالما سترايتد وانفولنتري تبقى بتاعت الهارت، وكنا بنقول عليها كاردياك، وكنا بنقول عليها ايه؟ كان فيها دي حاجة ديزيز مفيش ديزيز هنا. فيها والله. دي ديزيز ازاي يعني؟ ديسك تقصد؟ ديسكس اه كان فيها ايه؟ ستريتد، ديزيز ستريتد ديسكس. سترايتد وانفولاتي كان فيها ديسك هو اللي بيربط مش ديزيز. تمام. قول بقى، ها هو عايز ايه بقى؟ دي يا لهوي عايز ايه؟ عايز يعرف واحد واثنين يبقوا موجودين فين. ماشي، دي في الهاند ماسل وفي دي في الهارت وول. شكرا. اللي بعديها يلا بقى ورانا شغل. وات از ذا ريزون؟ يلا. فور ذا ابيليتي اوف واكس، الواكس بيعمل ايه؟ ايوه جواه ايه؟ بيوكسنا. ماشي، هتبقى يلا قول. ثاني يعمل كام موف؟ هزار من هنا. وبيقلل الووتر طب لوس. ثانية اقول لك، طب قول قول هقول لك يا جدع قول. لسه مراجع عليه ده. is form of biological macromolecule. لا is يا مستر بص كده. هو بص، هو كان بيقلل الميه حلو، في النبات، بيحمي بيمنع ان ما الميه تقل في النبات تمام. مش بيقللها. ايوه ماشي انت موته كده. عايز ها يبقى هو بيعمل ايه بقى؟ ايوه is form اخد فرصتي. ماشي. مش كنتين فاتي اسيد؟ لا هي كنتين فاتي اسيد وانت السيد. اني اي واحده، ايه اني هي واحده. الاجابه؟ كنتين فاتي اسيد فعلا. ابدا بقى. ايوه، مش ده في الدرس اللي هو اسيد؟ لا ده في الدرس الليبيد. درس الليبيد. اه ايوه اخد فرصتي. ماشي، شكرا ربنا ازاي يخليك. كنتين فاتي اسيد؟ سبحان الله. فاكر الليبيد لما انت خدته زمان؟ فاكر لما خدته زمان وانا صغير. قعدتك اقول لك الليبيد عباره عن استر. عباره عن ايه؟ استر. قلت لي يعني ايه استر؟ قلت لك يعني حاجتين رابطين مع بعض، فاتي اسيد والكحول. فاتي اسيد وايه؟ الكحول. قلت لك ممكن عليه كذا اكزامبل، ممكن الفاتي اسيد ده يبقى حاجه اسمها فاتي اسيد مشبع، ساتيوريتد فاتي اسيد، ساتيوريتد فاتي ايه؟ اسيد. والالكحول كان اسمه جليسرول، والالكحول كان اسمه ايه؟ جليسرول. وقلت لك ساعتها بنقول عليه الدهون، بنقول عليه مين؟ الدهون. او الفيت، او ممكن يبقى ان ساتوريتد يعني مشبع ولا غير مشبع، غير مشبع. مع برضو جليسرول، وساعتها قلت لك عليه هيبقى الاويل، هيبقى ايه؟ الاويل. وقلت لك واخر اكزامبل ان يبقى جواه فاتي اسيد مع الكحول تاني بس مش جليسرول، سميناه مونو هايدريك الكحول، سميناه مونو هايدريك ايه؟ الكحول. وقلت لك هيبقى اسمه الواكس، هيبقى اسمه ايه؟ الوقت. وسالتك قلت لك الفات ده اللي بيبقى متخزن في الدبدوب عشان يحميه من الحراره، ايوه. فبنقول عليه هيت انسليتور، والاويل ده ممكن يبقى في الريش بتاع الطائر عشان ما يموتش في الميه، اما الواكس قلت لك ده اللي بريفنت، اللي بيكفر البلانت وبيمنع ان الميه تقل. فطبعا هما كلهم هو كونتين مونو هيدريك الكحول، فالعباره دي صح، هو فعلا مونو هيدريك الكحول، وهو اورجانيك كومباوند. اه طبعا كلهم اورجانيك وكلهم بيولوجيكال ماكرو موليكيول، فكلهم صح. بس ايه السبب بقى ان خليته تقلل الفاتي الووتر لوس؟ ان جواه مين؟ فالفاتس هي اللي منعت تبخر الميه، فهي دي السبب. بس هل ده يمنع ان الباقيين صح؟ لا هم صح، بس السبب ان الميه مطرتش هي مين؟ الفاتي اسيد. فهمت. ما انا قلت الدرس. يلا. which of the following، دي بقى احلها لوحدي. which of the following absence cause losing the plant cell its ability to divide. ايوه to divide. ايوه يعني ممكن تعملها divide. ايه اللي بيخلي الخلية تنقسم؟ تمام. بيخلي الخلية لو مش موجود الخلية تنقسم، لو absence، لو مش موجود الخلية ما ينفعش تنقسم. ده انا درس. اقرا الاختيارات، رايبوزوم وكروماتين وكروموزوم، خلاص اكيد عرفت بتاع السل برضو. ايوه ماشي، انا كده فهمت. يبقى اكيد هتبقى ايوه اللي بتخليها تنقسم سنتروزوم. ربنا يعين. ما علينا. كروماتين. اه طبعا كروماتين.
ايوه ماشي فاهم، انا ما قلت سنتروزوم عشان بتقسمها لاتنين. بس يوم. ماشي طبعا اللي بيخلي الخلية تنقسم هو النيوكليوس، تمام. والنيوكليوس دي كان جواها حاجة اسمها الكروماتين، كروماتين والكروماتين ده هو المسؤول عن الديفيجن. هو المسؤول عن الديفيجن، حتى قلت لك ساعتها الكروماتين ده عبارة عن فاهم؟ بيمر بحاجة اسمها كروماتين الكروموزوم على بعضه اسمه كروموزوم الأول. بعد كده بيتقسم لتو كروماتين الكروموزوم ده عبارة عن 2 كروماتيد وبيوصلوا ببعض بسنتريزوم. بس يا حبيبي، والنقطة اللي في النص اسمها سنترومير مش سنتروزوم يا بابا. سنترومير ماشي. أيوه انا قلت سنتريزوم ايه، انا اصلا سنترومير، بس يا أصل بالظبط كده، ده انا عشان كده غبي. عشان كده عايز أعضك. السنتروزوم يا أصل السنتروزوم دي والرايبوزوم لا مالهمش علاقة ببعض إلا اي لما تهبط. أه ماشي، السنتروزوم والرايبوزوم مالهم؟ اللي كانوا في ايه؟ كانوا في النان ميمبرينوس. نان الرايبوزوم ده لا كان كان في الممبرينس. لا، الرايبوزوم والسنتروزوم نان ميمبرينوس. والرايبوزوم وممبرينس ده، بقى حاجات كتير. والرايبوزوم ده كان بيصنع البروتين، أما السنتروزوم كان بيعمل حاجة اسمها سبندل فيلمنت. وكان بيصنع حاجة لبت. بس يعني كان بيعمل حاجة اسمها السبندل فيلمنت، وبيعمل الفلاجيلا والسيليا. يا سلام، ما عندكش شيت يا مستر مراجعة راجع عليها على طول؟ ما هو شيت. نكمل اللي بعديها، يلا اقرا. Which of the following, which of the lines is threatened ايوه in the opposite graph؟ ايوه تمام. expresses an enzymatic reaction which occurs inside inside the stomach. stomach. يبقى حاجة هنا من الجراف ده بتحصل جوه المعدة. حلو، وطبعا انت عارف ان جوه المعدة اسيد، يعني البي اتش بيقل من 4 لـ2. البي ايوه اتش هيقل من كام لكام؟ من 4 لـ2. طيب البي اتش دلوقتي قل جوه المعدة، فتتوقع الانزيم اللي كان شغال في المعدة هيحصل فيه ايه؟ هيقل يمهل ولا يهمل؟ يزيد يزيد. ايوه طبيعي يا اسطى، كانت الظروف وحشة، جينا احنا ظبطنا البي اتش خليناها اسيدك، والانزيم ده اصلا بيشتغل في الاسيد. الانزيم ده بيشتغل فين؟ للأسف فنشاطه اكيد هيزيد، فنشاطه اكيد هي ايه هيزود. اللي هي مين؟ نمبر ايه؟ دبليو. مين اعلى خلية فيها لايبيز؟ انزيم اسمه لايبيز، ناسك والله خالص. يعني بتخدم ليبت. تهدم ليبت طيب ايه؟ هتبقى بيه ليه؟ عشان اكتر واحدة قليلة. لا علاقة. بتهدم بتهضم ليبت. هتبقى ايه؟ اشمعنى؟ عشان فيها اكل كتير. اي ايه ايه؟ ايوه بيهدموا يعني، بيفضل ايوه ايه اللي بيخليهم يهدموا يعني؟ النيوكلس. لا طبعا كلهم فيهم نيوكلس وكلهم فيها كل حاجة. عشان دي يا اسطى كتير يا اسطى. ايوه انا بقول عشان كده، عشان السموث اندوبلازميك ريتيكولام كتير، وكانت مسؤوله عن هضم الليبت، وكانت مسؤوله عن هضم الايه؟ هضم دول اللي الليبوت. اسمهم سموث اندوبلازميك ريتيكولام، وقلنا احنا فوق ان السموث اندوبلازميك ريتيكولام هي اللي بتشتغل على مين؟ على اللوبي. على الليبت. يلا ذا اوبزيت فيجر، الشكل اللي قدامك بيشرح بس النيوكليوتايد اللي سيبني كده. جوه النيوكليك اسيد، ايه السكر اللي بيخش في النيوكليوتايد دي؟ السكر اللي بيخش في النيكلوتايد دي. ايوه يا عسل. طب ماشي، هو مش مديني اصلا بس ماشي، هتبقى 6 و12 و6 نيوكليوتايد. تصدق وتأمن طب معلش دي ثانية، الإجابة الوحيدة اللي عمرها ما تنفع. طب اديني اديني فرصتي. خد فرصتك. هتبقى 12 و22 و11. الحمد لله والشكر لله، أنت اخترت الإجابتين اللي كل الناس بتشطبهم من أول ما تشوفهم. طبعا نيوكليوتايد هتبقى 5 و10 و5 انا فاكر كويس صح؟ ان النيوكليوتايد كانت 3 حاجات. قلت لك ساعتها طبعا النيوكليوتايد موجوده في الدي ان ايه والار ان ايه والار ان ايه، والاثنين فيهم شوجر، شوجر، والاثنين فيهم فوسفيت، فوسفيت، والاثنين جواهم نيتروجين بيس. نيتروجين بيس. طب ما تبعت المراجعه بس. الشوجر بتاع، راجع منين انا؟ الشوجر بتاع الدي ان ايه اسمه دي اوكسي ريبوز. الشوجر بتاع الدي ان ايه اسمه ايه؟ دي اوكسي ريبوز. والشوجر بتاع الار ان ايه كان اسمه ريبوز. ريبوز. النيتروجين بيز بتاع الدي ان ايه اسمه
ATCG. أما النيتروجين بيس في الـ RNA كان اسمه AUCG، وده فيه فوسفيت وده فيه فوسفيت. أنا لما بصيت على السؤال لقيته حاطط لي تي، ويا سبحان الله التي ده دايما موجود فين؟ فأنا اتأكدت كده إن الرسمة دي رسمة مين؟ هو بقى بيقول لك عايز يعرف الشجر، الشجر اللي في الدي ان ايه اسمه ايه؟ دي اوكسي ريبوز. وطبعا انا عارف انك حافظ، طب فالله العظيم يا رب، ان الريبوز كان 5. الريبوز كان كام؟ 5. ولو عندك الكربون ب5 يبقى المفروض الاتش كانت بكام؟ 10. ربنا يخليك. شفت؟ طب والاو كانت بكام؟ طيب ما حصلش بقى، هتبقى الاو ب4. عارف ليه؟ افتكرت لان الدي ان ايه دي اوكسي ريبوز، يعني منقصين اكسجين. يعني افتكرت الثلاثه اللي مش موجودين بالظبط كده. افتكرت. الله عليك الله عليك يا حبيب والدي، يا رب ربنا يستر قوي بقى. يلا ها نمبر 10. اوبوزيت فيجر ستريت وان اوف ذا سيلسيوري. الراجل ده عمل حاجات في السلسيوري، وراجل جامد وبيحب البلانتات. هاي الخلايا اللي قدامك دي بلانت، كان اسمه ايه بقى بتاع البلانتات ده؟ اديني فرصتي. خد فرصتك. فان، لا ثانية، فان ده في، كان في واحدة فيهم بنت. أني واحدة؟ بنت. أيوة بنت. وأنا مالي؟ لا أنا عايز أعرف أني واحدة كانت بنت. معرفش، أنا نفسي معرفش ومش مهتم إني أعرف. فركاو. بس يا كاو يعني بقرة. لا كان شيلدن. شيلدن الألماني هو اللي كان مهتم بالبلاد. شيلدن هو اللي كان مهتم مين؟ أنا أفتكر إزاي طيب؟ بالبلاد. ما أنا بقول أهو، ما أنا بقول. أما ربنا يستر فان ليونهوك ده اللي عمل ميكروسكوب ضعيف كان بيكبر 200 مرة، وكان أول واحد شاف الليفنج سيلز. اول واحد بص على ليفنج ايه؟ سيل. سيل. وشيلدن ده بتاع البلانت. فكرني بقى، فيركاو كان بيعمل ايه وشكوان بيعمل ايه؟ سكوان ده كان بتاع الانيمال. كان بتاع مين؟ الانيمال. قال ان كل الليفنج اورجانيز جواها سيل، جواها ايه؟ وكان بيحب الانيمال، كان راجل حيواني كده. فيركو بقى ده اللي قفلها. فيركو يعتبر رئيس الخلية، يعتبر مين؟ الرئيس. قال لك ان السيل مسؤولة عن الفانكشن، عن الوظيفة، وعن البيلدينج، وعن البناء. صعبة. شطور مين؟ انا برضو. يلا شلايدن بتاع بلاند وفان ليفنكوزن بتاع ايه؟ اللي بيكبر الخلية 200 مرة الخلية. واول واحد بص على وشوان السيل. وسكوان ده بتاع الانيمال، وقال ان كل الليفنج كل الليفنج عباره عن سيل، عباره عن ايه؟ وفانكشن بيلدينج. ايوه ده مين اللي قال فانكشن؟ ده فيركو. فيركو هو اللي قال فانكشن بيلدينج. ماشي الحمد لله. يلا ذا فولوينج. احنا حل. ايوه حل. يلا بيقول لك ذا فولوينج فيجر، حماده اللي قدامك ده بيعبر عن البلاد فلو، عن تدفق الدم جوه البلاد فيسل. قول لي بقى مين اكس ومين واي. يلا من اكس ومن واي. ايوه زي ما انت بتشاور كده فعلا. طبعا اكس هيبقى اورجان وواي هتبقى سيل. هتقول لي اشمعنى؟ هقول لك اكس دي حاجه كبيره والسيل دي واضح انها ريد بلاد سيل، فانا متاكد كده كده من واي انها سيل. هيبقى الغلطه يا ده يا ده يا ايه يا سي. كل الناس بتبقى ملخبطه بين ده وده لانهم متاكدين ان دي سيل، صح؟ هل اكس ينفع يبقى سيمبل تيشو؟ لا. بالظبط. فقال لك والله اكس ده اورجان وواي دي سيل. ماشي اللي بعدي. مين العباره الصحيحه بالنسبه للانساتوريتد فات؟ ثانيه بس انا هجيبها. ايوه انساتوريتد فات. يعني ايه انساتوريتد؟ يعني دهون بس غير مشبعه. ثانيه ولا ايه؟ طبعا الانساتوريتد فات هي موجوده في البلانت اكتر من الانيمال، فتبقى بي. unsaturated fat دائما وابدا معناها الزيوت غير المشبعه او الزيوت المفيده، ودائما وابدا الحاجات المفيده بتبقى موجوده في البلاد. فالunsaturated fat موجوده في البلاد اكتر من الانيمال.
طيب مين اللي موجودة في الانيمال اكتر من البلانت؟ اسمها الساتيوريتد، اسمها الايه؟ ساتيوريت مين اللي كانت سوليد ات روم تمبريتشر؟ برضو الساتيوريتد، برضو مين؟ ساتيوريت. مين المونو هايدريك الكحول؟ كان اسمها الواكس، كان اسمها الايه؟ واكس. مش قلنا الكلام ده فوق؟ لا ده 100 عام. كويس، يلا ايه اللوكيشن بتاع ده؟ بلد. غلط. ثانية، طب اديني فرصة ثانية. لينينج اوف ذا كيدني تيوبلس. صح طبعا، هي لايننج اوف ذا كيدني تيوبيول. لايننج اوف ذا ايه؟ اوف ذا كيدني. اخر سؤال. تيوبيول. لا لسه في واحد بعديه اهو. 14. وات از ذا نيكست ستيب؟ ايه الخطوة الجاية بعد الشكل ده؟ قول. الخطوة الجاية بعد الشكل ده؟ أنا شكل بعد الأشكال اللي أنت شايفها فوق دي. إن هي هتبقى بكتيريا سيل ريبرودكشن اكسبليننج اوت ذا اكسبليننج اوت ذا بكتيريا. بس يلا. طب استنى، طب استنى، يا سي ايه جاي اختراع معاك بس قشطه. والله هو كاتب لك ان دي وايت بلاد سيل لايزوم فبتبلع البكتيريا، فدي اسمها فعلا ايه؟ لايزوم. لايزوزوم. هي بعد ما بتبلع البكتيريا بتعمل فيها ايه؟ بتلزق اللايزوزوم مع الحاجه اللي بلعت جواها البكتيريا، تمام. فتبقى اللي بعديها. بيقول لك المونوساكرايد كل السكريات تعتبر سيم موليكولار ويت. هل الجملة دي صح ولا غلط؟ إن كل السكريات نفس الوزن. كل السكريات نفس الوزن؟ لا طبعا. طبعا فولس. ليه بقى؟ اللي اقول لك ليه. بص، اول حاجه والنبي سيبني اقولها، والنبي قول. اول حاجه ان السيمبل شوجر، تمام. بيكون هاف لو ويت، تمام، قول. وسيليوم ان ووتر، ماشي. وايه تاني، وهاف اولويز تيستي شوجر تيستي. طيب التانية انسليوب. لو كتبت اللي انت بتقوله تاخد درجات ومش قليلة، بس لو عايز تجيب من الاخر انت هيدوك الدرجة طبعا اللي انت قلته. والله يا باشا هما مختلفين في الوزن عشان عدد الكربونات بيتغير اصلا. في حاجات عندها 3 كربون، وفي حاجات عندها 4 كربون، وفي حاجات عندها 5 كربون، وفي حاجات عندها 6 كربون، وبالتالي وزنهم مختلف. بس كده، شكرا. واللي انت هتكتبه مش غلط، خدت بالك انا قلت لك ايه؟ مش غلط، وتاخد عليه الدرجة. ها البلاستيدات بتعمل ايه في تكوين الكربوهيدرات جوه السل؟ أنا درس آخر درس؟ لا البلاستيد ده في البلانت في الدرس بتاع السل برضه. درس بتاع السل باين عليه مهم. اكيد 3 دروس اصلا مش واحد، السل 3 دروس. ما تجيب لي ده ملخص ليه ده يا جدع بقى، حل الاول. انا قلقان. ماشي ايه؟ ماشي شكرا. والله يا صديقي لو انت كنت ذاكرت البلاستيد اللي هي مذاكرة. اخر حاجة في درس السل، كنت هتعرف ان البلاستيد دي جواها حاجة اسمها جرين كلوروفيل او الكلوروفيل او الكلوروبلاست. الكلورو ايه؟ بلاست. وهتعرف ان الكلوروبلاست دي بتعمل حاجة اسمها الفوتوسينسس، بتعمل حاجة اسمها الايه؟ وهتعرف ان الفوتوسينسس دي يا صديقي العزيز كانت بتحول الكربوهيدرات، وكانت هي اللي بتصنع الكربوهيدرات جوه الخلية. صعبة. وبعد كده الكربوهيدرات دي طبعا لها علاقة بالميتوكوندريا والحاجات دي. ثانية 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 حسنا. بيقول لك دلوقتي نبدأ. Which of the following مين من دول similarity تشابه ما بين الكروماتين وما بين السيروكسين؟ تفتكر ايه عن الكروماتين والسيروكسين؟ اول واحدة اخر واحدة مستبعدة خالص. ماشي. والثالثة مستبعدة؟ مع نفسك بقى. طبعا الاثنين كانوا conjugated protein. هتقول لي ليه؟ اقول لك لو انت كنت شطور كده هتفتكر كويس ان كان عندي البروتين فيه سيمبل بروتين وفيه كونجيوجيتد بروتين، ف
فكنا ساعتها بتسألني يعني ايه سيمبل بروتين، كنت بقول لك السيمبل بروتين ده عبارة عن امينو اسيد اونلي، فكنت بتقول لي طب والكونجيوجيتد، كنت بقول لك الكونجيوجيتد بروتين امينو اسيد بلس حاجة تانية، وقلت لك ساعتها السيروكسين ده بيبقى امينو اسيد بلس ايودين، امينو اسيد بلس مين، أوكي. والكروماتين ده كان امينو اسيد برضه بلس حاجة تانية صعبة، فالاتنين يبقوا كونجيوجيتد، فالاتنين يبقوا ايه؟ شكرا. خش. If you have three types of cells that belong to simple plant tissue where cell X is a living cell يبقى lignified. دلوقتي عندك ثلاثة، الإكس دي لجنيفايد ووتر بيرميبل يعني فيها لجنين وبتمرر الميه، والواي دي نون ليفنج اصلا فاكرها والزد دي جدارها رفيع وبتعمل فوتوسينسيس. فاكرها. حلو. مين السكر دي هتبقى في النص، دي هتبقى في النص معايا ولا؟ صح. شفت بقى ان انا يجي مني؟ الحمد لله حل اول سؤال، فايه بيجي مني بقى عارف اللي هو ايه لا الواد لا ضرب. ده مش تاني، اول سؤال. يلا. طبعا صح، النون ليفنج سيل اللي انت قلتها صح هي السكالرين كايمة، وطبعا انا عارف انك شاطر فهتقول لي اللي بتعمل فوتوسينسيس لسه قايلينها من شويه كانت هي طب ما حلو الاسئله البايرين بتاعتها دي. يا سبحان الله. واللي جدارها تخين كان الكولين كايمة، انت هتقول لي هتذكر سيبر، اصبر اصبر ليه بعمل كده يعني الكولين كايمة. يلا. Liver is called toxins store in the human body because its cells contain a large percentage of large percentage ثانية هقول قلناها والله من النهارده. ينفع تستنى اقول لك؟ طبعا السموس صح، لان من شويه لسه قايل لك ان التوكسيك السموس بتعمل شويه حاجات، هي اللي بتحول الجلوكوز الجلوكوجين لجلايكوجين، الجلايكشن وهي اللي بتصنع الليبيد، هي اللي بتصنع الليبيد وهي اللي بتعمل التوكسيك، وهي بتقلل اللي بتعمل التوكسيك. دي توكسيفاي او بس بتقلل، هو كاتب توكسين مش كاتب توكسيكاي ولا توكسيكاي. تعتبر مخزن للسموم. هو مفيش امتحان معاكش امتحان بتاع السنة اللي فاتت؟ والله هعوضك ركز بجد؟ بقى. اما الريبوزوم دي اللي بتصنع البروتين، الريبوزوم دي اللي بتصنع مين؟ البروتين. والرف اندوبلازميك ريتيكولام عندها ريبوزوم فبرضه بتصنع البروتين، والميتوكوندريا برضه المسؤوله عن الجلوكوز اوكسيديشن وبتطلع يا الانرجي. سلام سبحان يا الله سلام. كلام بيتعاد. بس بس اه يلا. If you know that كدل، مين كدل ده؟ معرفوش ولا انا. يلا كمل. ماشي. is a rate disorder مرض that affect the بيأثر على الإمبريو يعني على الجنين، بيعمل له جين ميوتيشن يعني طفرة جينية، الطفرة الجينية دي بتعمل ديفورميتي، بتعمل تشوه في الأطراف السفلية. تتوقع المشكلة تبقى فين؟ اكسبت ايه؟ فين اكسبت؟ اكسبكت تتوقع. معلش 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 الله يرضى عليك. ثاني اقول سنتروزوم. روح يا نيوكليوس. طبعا ليه؟ لان النيوكليوس يا سبحان الله ايوه هي اللي جواها الدي ان ايه، وهي اللي جواها الار ان ايه، وهي اه اللي مسؤولة عن الجينات، والمشكلة دي مشكلة في الجينات، والمشكلة دي مشكلة فين؟ انت لازم تجيب لي الشيت يا جدع والله لازم. بتذاكر بتسمع. اما الميتوكوندريا ما للمرة انا ال سامع. 135 هي اللي بتعمل جلوكوز اوكسيديشن وانرجي. حلو. السنتروزوم لسه قايلينها فوق، اللي كانت بتعمل السبندل فيلمنت وكانت بتعمل السيليا والفنجلة، واللايزوزوم هي اللي بتعمل حاجة انها بتتخلص من البكتيريا. ماشي. Relation between the rate of activity of sucrase sugar, which of the following is the reason for the constant activity of the enzyme at point? بيقول لك دلوقتي ده ريليشن علاقة ما بين مين ومين؟
ما بين نشاط انزيم اسمه ساكريز يعني بيكسر السكر وما بين السكر. زي ما انت شايف الانزيم كان زاد 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 تمام. زاد 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 وبعدين ثبت. تبقى تالت واحدة. طبعا اول حاجة الانزيم نشاطه قل، لا ما كانش هيزيد وبعدين كان هيعمل كده. السبستريت خلص طبعا، صح طبعا. السبستريت ده اصلا اه زمان خدنا حاجة اسمها الانزيم، ايمن وقلنا الانزيم ده كان جواه حاجة اسمها الاكتيف سايت، ايمن والاكتيف سايت ده يا صديقي العزيز هو اللي بيدخل جواه حاجة اسمها السبستريت. ايمن السبستريت دي لما بتدخل مع الانزيم بيعملوا كومبلكس اسمه انزيم سبستريت كومبلكس، ايمن وبعد كده الانزيم بيرجع فاضي وبيطلعوا حاجة اسمها البرودكت. تمام جدا. فبمرور الوقت الانزيم بيزيد ولا بيقل؟ السبستريت سوري بيزيد ولا بيقل؟ والبرودكت ايمن. Which of the following can be seen when مين اللي staining؟ بيتشاف تحت الميكروسكوب لو بيكبر الميكروسكوب 400 مرة؟ أول حاجة قول بسم الله. بسم الله. تمام. أول واحدة غلط. مقتنع؟ ماشي. لا انت كمل. ها أصل أول واحدة غلط. ايوه ماشي، حطيت عليها غلط اهو عشان خاطر كمل لا بقى. أصل أول واحدة ايوه غلط مش صح. ماشي فهمت كمل. ها الميتوكوندريا بتشاف؟ اما تاخدها بتتشاف ازاي؟ ثانية، وكان في ثلاثة بتشاف. انا عايزك تقول لي بتتشاف ازاي؟ لا الكروموسوم بس اللي بتشاف. بس يا سيل وول. ليه بقى؟ ليه بيه؟ لان يا صديقي العزيز والله العظيم الاندوبلازمك ريتيكولم صغيره قوي والميتوكوندريا صغيره قوي، الاتنين دول ما بيتشافوش غير بعد الا بالالكترون مايكروسكوب. لا لازم شيء. والله العظيم الحاجات دي ما موجوده اصلا بقى. ايه رايك؟ يعني دي مش هتبقى اساسا موجوده صريحه في الدرس خالص، دي ما بتتجابش الا من الاسئله. السلام. فيبقى مين الاهم؟ الامتحانات. طب اقول لك على حاجه حلوه، قول. ما راجع على الاسئله اللي في الدروس. مش هتلاقي ده برضه؟ لا هلاقي ده لا، اهو. الدرس ده ما تكررش، السؤال ده ما تكررش. يلا يعني ممكن لو خلصنا 10 امتحانات ممكن مثلا اذاكرهم وخلاص. وهتراجع يا مختار، بس نخلص الامتحانات ماشي. عشان دي اهم منك. A digestive enzyme الحاجات اللي بتهضم. in human digestis ايوه digest eats substrate repeatedly at temperature 37 that happens if the enzyme and its substrate are placed in a medium with temperature 50. حلو، ايه اللي هيحصل بقى؟ صحيح. طبعا the reaction won't occur، مش هيحصل، لان والله الانزيم طبيعي انه بيشتغل عند درجة حرارة 37، ايوه لو زاد، هو بيقول اما لو لو زاد زادوا بقى 50، يبقى مش هيكون. لان انا لسه قايل من شوية طب ما انا لو نسيت، انت ما انا رجعت لا كده ما اقصدش ان انا نسيت، انا اقصد ان انا ما فهمتش. انا فاهم، انا فاهم في الاثنين. لو انت رجعت كده لورا هتلاقي في فاهم واحد والله، قاعد فاكر. راسس رسمة كده فاكرها؟ انا ما قريتش السؤال كويس. ماشي ماشي. يلا. لا لا خش. انا تعبت من بولجي. ان هيومن بلاد ده مشكلة. من السنة الثانية اصلا، يلا الترم الثاني اصلا. اكيد طبعا. ان هيومن بلاد في سيفرال تايب اوف وايت بلاد سيل، في انواع من الوايت بلاد سيل بتقدر تبعد تبلع وتتخلص من الميكروبات. مين اكتر حاجه جوه الخليه؟ جولجي ابيرتوس. انت بتقول ايه دلوقتي؟ مش عارف. ماشي. الكلوروبلاستيس بتقول ايه يا ابني؟ دي سي. ايه اكتر حاجه بس يا ابني ماشي. كانت دو ذس؟ سيل كلوروبلاستيس. ليه البلانت سيل ما بتقدرش تعمل كده؟ ليه البلانت سيل ما بتقدرش تعمل كده؟ ما بتقدرش تبلع وكده؟ سؤال رزل ومش موجود برضه الا في عشان الامتحانات. السلمون لا عشان السيل وول. السيل وول اول حاجه هو الحاجه الوحيده اللي موجوده في البلانت، ف
فأي راجل بيفهم أول ما يشوف السطر ده يبقى عارف إن الإجابة سلول. تاني حاجة، هي كانت موجودة، الحاجة اللي بتهضم كان اسمها إيه؟ مين اللي كانت بتهضم؟ اللايزوزوم. بالظبط. فكانت موجودة، موجودة عادي جدا مع السيلمبرين، وموجودة عادي جدا مع الجولجي أباريتس، موجودة، بس مين الوحيدة اللي ملهاش علاقة بالهضم؟ السلول، ومش موجودة برضه. كمل. عايز اسال سؤال. اورجانيك مولكيول كونتين فري كربوكسايد جروب اون زي. بس دي انا عارفها وهجيبها من قفاها وهضربها. يلا تبقى دي اقول لك استنى بروتين. صح. عارف ليه؟ مش فاكر. هي الوحيدة اللي كان هي عندها الوحيدة اللي كان بيتكون كربوكسيل جروب. من هيدروجين وتحتيها كربون وتحتيها الكاي جروب ومنها اسيدك بالظبط، وشمالها بيزك. فاللي عندها فري كربوكسيل اخيرا جروب. جاوبت صح، ثاني من سؤال. كانت البروتين اونلي اخيرا في اروع. بتقرب، هي بتقرب. بجاوب سؤالين بعد كده ثلاثة أربعة. عمال بنوصل الامتحانات تحلهم كلهم. الله اكبر، ده ايه النظريه دي؟ انت اللي عملتها؟ ويتش اوف ذا فولوينج، مين من دول موجود في البلانت سيل وفي الانيمال سيل؟ في بلانت سيل والانيمال سيل. هقول لك سهله جدا ده سهوله. اجاوب بقى ولا ايوه نكمل؟ بعدين نكره. ماشي عشان ما نضيعش وقت. بلازما ممبرين ايوه، دي ان ايه اند رايبوسوم. اللي هي نمبر ايه يعني؟ نمبر دي. صح، غريبة يا اسطى. يلا ايه ده؟ ايه وش بيضحك؟ طب ودول ايه ده؟ مين؟ ليه؟ عادي، البلازما ممبرين والسلول ما ينفعش، لان السلول اصلا مش في الانيمال سيل، السلول ده في البلانت سيل. تمام، ولكن هو بيقول لك حاجة مشتركة ما بين ده وده، فالحاجة الوحيدة اللي مشتركة السلول مش مشترك، فراحت خلاص. البلازما ممبرين السلول برضو مش مشترك، فالسلول ضرب الاختيار ده والاختيار ده والاختيار ده، ما فضلش عندي الا ده. هو بيسألك عن الحاجات المشتركة ما بين البلانت والانيمال. خش. The opposite a part of plasma membrane which of the following shows the correct pathway for the transport of glucose and water through the plasma membrane. اتفضل. بيقول لك ده جزء من البلازما ممبرين اللي انت مذاكرها. مين المعبر اللي بيمرر الجلوكوز؟ وبعديها مين المعبر اللي ممكن يمرر الووتر؟ اتفضل. حلت. يلا انا بقى حلت. ده جلوكوز اوكي، ده الوتر. يعني الاختيار رقم ايه ده؟ وهنا واي اونلي جلوكوز وهنا اكس. غلط. الميه تعدي من اي حته هي عايزاها. ايه ده؟ فالجلوكوز واي سربرايز. اونلي، اما الووتر بس جبت الميه. واحد صح. ماشي لسه بتيجي. الميه بتعدي من اي حاجه هي طب بقى عايزاها. جايه اللي جاي. which of the following مين السبستانس اللي بتدي بوزيتيف مع سودان؟ مين اللي كانت بتدي سوداني. بوزيتيف مع سودان؟ ايوه، كانت اسمها ايه بقى؟ اقول لك قول. لسه مذاكرها. فاتي اسيد. صح. طب علينا. طب الامينو اسيد كان التيست بتاعها اسمه ايه؟ امينو اسيد لسه مذاكرتهاش. كان اسمه بندك. بيوريت. مش بي... لا دي بيوريت. البروتين هي البندك يا حبيبي. لا لا ثانيه الكربوهيدرات هي اللي ايوه بندك، بالظبط كده. لكن امينو اسيد بيوريت. الاورجانيك سبستانس كلهم كانوا اورجانيك، والمونو ساكرايد كان بندك. المونو ساكرايدات دي اللي هي في الكربوهيدرات. عرفت ازاي؟ لا يلا، طبعا رسمه مش هتجيبها. بحاول. طيب طب لو جبتها طب عشان دي جات لي في حل. لو جبتها طب يلا تدفع كام؟ يلا The following figure different type of cell for some انت شوف some tissue ايه is a living organism which one has the ability to contract. مين من دول بتقدر تعمل contraction؟ يعني ايه contraction؟ اصلا يعني ايه؟ انقباض. انقباض؟ ثانية انا فاكر ان دي كانت انبوبة. دي أنبوب. الحمد لله. استنى ده بروتين بتاعت بروتين. دي بروتين. تمام كده، أنا كده تمام. ماشي. أنا كده ربنا إيه ينجيني إن شاء الله. انقباض. دي عبارة عن هي دي من الآخر هي دي. حاجة مخططة.
واكيد فولانتري اراديه، ايوه فهتبقى هي دي عباره عن سكيليتال ماسل، فهي دي يا سبحان الله اللي هتعمل كونتراكشن. فالاجابه صح، يا سلام بس لو رحت دي مثلا هتلاقيها الريد بلاد سيل ملهاش علاقه بالكونتراكشن، اصلا. بس ليها علاقه بالاكسجين والهيموجلوبين والحاجات دي. دي تمام النيرف سيل اللي هي الخلايا العصبيه تمام اللي كانت سند اند ريسيف الامبلس، اللي بتبعت وبتستلم اشارات. تمام وده كان تيشو اصلا مش سيل، كان اسمه كولامنر تيشو. اللي بعديها Which of the following illustrates the correct pathway for the production of cells? دي جات لي في الحلقة قبل كده صح؟ ايوه لو ما جبتهاش بقى هفق. عرفتها. أول حاجة بتبدأ بالريبوزوم، تاني حاجة كلهم ريبوزوم. يوب اخيرا رف اندوبلازميك. بعد الريبوزوم اه ماشي كمل. بعد كده ترانسبورتينج ميشيل، بعد كده جولجي بار اللي هي نمبر ايه؟ غلط. دي ريبوزوم صح، رف اندوبلازميك صح. بعد الرف اندوبلازميك كانت عمتك جولجي، لان انا قلت لك الريبوزوم كانت بتصنع البروتين، الرف اندوبلازميك ريتيكولم بتساعدها في تصنيع البروتين، تمام. بيوديه لجولجي اللي هي الاطباق اللي كانت بتستلم البروتين وتقسمه وتوزعه وبعدين يتنقل. تمام اخر سؤال. لا الايسي خلاص. انديان فوكس اند بولار فوكس ايه بقى ده؟ احنا ما خلناش من ايام الفراعنه. ماشي، الانديان فوكس اند البولار فوكس الاثنين نفس الجين، مين موجود في الانفايرومنت بس ما يقدرش يعيش ومين يقدر يعيش؟ ليه الانديان فوكس ما عندوش القدره انه يعيش في النيرس بول في القطب الشمالي؟ فكر بقى. القطب الشمالي؟ اه ليه ما يقدرش الانديان فوكس يعيش في القطب الشمالي؟ عارفها. اه ليه؟ الانديان فوكس عشان هو ما عندوش فات كتير. صح. Because no fat ف no heat insulator، مفيش حاجة بتحميه من فقد الحرارة فهيموت من البرد. استنى 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 no fat ف no heat insulator، واكتب اللي انت عايزه بقى، اكتب no lipid no no fat no، واشرح الليبد كمان لو عايز. خش. نو ليبيد نو ايه تاني؟ بس خلاص. نو تلج بقى. نو انسوليتور نو هيت انسوليتور، مفيش حاجه بتحفظ الحراره. ايه العلاقه بين الميكروسكوب الباور بتاعت الميكروسكوب والويف لينس؟ الباور بتاعت الميكروسكوب والويف لينس، الباور بتاعت الميكروسكوب والويف لينس. خلاص. ايه العلاقه؟ inversely عكس بعض. لو انت كنت فاكر قلنا ان لو الباور عالية يبقى لازم يبقى الويفلينس قليل، تمام؟ الباور increase يبقى الويفلينس لازم decrease.